مساء الخير أحبائي وأعزائي. تكلمنا عن موضوع الأخت دينا وإهانتها للبابا تودروس وللكنيسة ككل. النهاردة هنتكلم عن موضوع برضو بتتكلم فيه وبتقول الفرق بين البابا تودروس والبابا شنودة. هو بتتكلم على إن البابا تودروس يطرد سيدة من عزته الأسبوعية. اعرفوا السبب. اولا البابا تودروس بيقول انها كسرت هيبة الكنيسة. طرد البابا تودروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية احدى السيدات داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية من عزة في يوم الاربعاء بسبب كسر هيبة الكنيسة بعد رفع صوتها بالشكاوي. وقال البابا تودروس خلال عزته تعليقا على الواقعة، لما يبقى في مشكلة عند حد مش من المناسب يقف ويعمل ويزعق زي ما الأخت عملت، هي قصرت نهاية الكنيسة وقدمت صورة سيئة. عمر من المشاكل داخل الكنيسة تتعالج كده، والكلام اللي قالته فيه كذب وأخفض حقائق كثيرة، وبالتالي عندما ينظر الإنسان لهذه الصورة لن يقبلها أحد. فنحن لن نقبل استغلال أي شخص داخل الكنيسة بأي صورة، والكنيسة مكان للصلاة فقط. وجات واحدة اسمها لورانس وي دبليو ويليام علقت او دفعت في تعليقها على الفيديو، قالت ان السيدة كانت بتقول ان عندها ابن مريض ويحتاج للعلاج، وعندما طلبت من بطريرك الكنيسة 1200 جنيه تكاليف نقل الدم قال لها الكنيسة مفهاش فلوس. وده اللي خلاها تطلب المساعدة من الأشخاص الموجودين في الكنيسة. أعتقد يعني الموضوع ما أقدرش أتكلم فيه إني أكتر من كده، ولكن أنا عايز أقول حاجة تانية، إني موضوع تاني هتكلم فيه، وهو الطفلة أمنية تكشف أحداث لا إنسانية وتعذبها على يد ضابط مفصول وزوجته. أكد شخص منسق الطفولة والأمومة ومحافظة كفر الشيخ أنه أثناء متابعته للطفلة أمنية إبراهيم اللي تم تعذيبها على يد ضابط مفصول عن الخدمة وزوجته مغربية الجنسية، مؤكدا أن والد الطفلة كان منفصل عن زوجته، واتفقت الأم مع سمسارة لتشغيل الطفلة خدامة بالجيزة لدى أسرة الضابط المفصول. وأضاف أن المتهم محبوس وتم التحقيق معه وأنكر تعذيبه على الطفلة، واتهم الطفلة بأنها هي اللي عملت لنفسها كده عشان تجبرهم على العودة لأسرتها. طبعا ده كلام غير منطقي، الطفلة عمرها ما تقدر تعمل كده. وتبين من التحقيقات أن المتهم كان بيطفي السجاير في جسد الطفلة وكان يضربها، وزوجته المغربية هي من قامت بأحداث الإصابات الحالية من حروق وقطع الودان وتشوهات بالوجه وحلقة شعرها، مؤكدا أنه سيتم بحث حالات ثلاث أشقاء للطفلة لرعايتهم حتى لا يتعرضون لما تعرضت له الطفلة. والنيابة قررت باستجواب الطفلة أمينة إبراهيم ضحية التعذيب المحجوزة حاليا داخل قسم الحروق بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، وذلك بعد تحسن حالتها اليوم. وقال باسم حسن إبراهيم أحد أفراد أسرة الضحية التعذيب والمقيم معها مستشفى جامعة طنطا إن الطفلة كانت تعيش مع والدتها بعد انفصال والدها عنهم، وفجأوا بعد طلب لقاء الطفلة من الأب بتعرضها لتعذيب وإصابات وحروق بالغة من الأسرة اللي كانت بتخدم في بيتهم بدون علم والدها. وأضاف باسم إنهم من سكان محافظة كفر الشيخ، وفور علمهم بتلك الكارثة قاموا بالجري على طول على مستشفى كفر الشيخ اللي قاموا بتحويلها لأحد المستشفيات لهيئة تأمين الصحة. قالت قام المستشفى بتحويلها إلى مستشفى جامعة طنطا صباح سواج اللي هو قسم الحروق، وأشار أن الجناة قاموا بالاتصال بهم والتواصل معهم وعرض عليهم مبلغ مادي مقابل إنهم يتنازلوا عن حق الطفلة، موضحا أنهم لم يقبلوا أي مبالغ ولكنهم واثقين في قضاء مصر العادل في رجوع حق الطفلة الضحية التعذيب. أحبائي وأعزائي، هذه هي أخبار اليوم. طبعا يعني الكنيسة أكيد
طول عمرها بتعمل لصالح الإنسان. شكرا لكم، ولو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة، ولكم مني كل الحب والتقدير. سلام عليكم جميعا.